بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعونه تعالى إلقاء القبض على أحد أخطر مجرمي النظام السوري من قبل عناصر الجيش الحر الأبطال سرية المهام الخاصة في ريف دمشق المنطقة الغربية. أنا المساعد داني عدنان الحنا من مرتبات الفرع 227 رقم العسكري 848-850 على دار محافظة حمص قرية مرمريتا من الطائفة المسيحية. شو كان شغلك يا مساعد داني أنت بالأيام الراهنة اللي عم تمر فيها البلد؟ قمع المظاهرات السلمية اللي بتخرج بالمنطقة عنا. منين كانت تخرج المظاهرات؟ كانت تخرج من المساجد والجوامع. شو كان شغلكم أنتو؟ نقوم بإطلاق النار عليهم وقمعهم بالرصاص الحي. ليش كنتوا تقتلون بالرصاص الحي؟ كان يجينا تعليمات من الفرع بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين. مين يعطيكم التعليمات؟ رئيس الفرع. مين رئيس الفرع؟ اللواء رستم غزالي رئيس الفرع فرع المنطقة. شو التعليمات؟ إنه أطلقوا النار على المتظاهرين شلون ما كان، وهم تقتلوهم، ولا تخليهم يطلعوا مظاهرات. المظاهرات كانت تطلع معهم سلاح متظاهرين؟ أنا بالنسبة لي ما شفت نهائياً سلاح. أبداً. أبداً أبداً. ولا مرة تعرضت لإطلاق النار؟ ولا مرة تعرضت لإطلاق نار. ولا مرة ولا مرة؟ ولا مرة. ما كان في سلاح مع المظاهرات؟ ما كان في، كنا نشوفهم حاملين أغصان زيتون، لافتات، مشان المطالب تبعيتهم، بعالم الثورة. طيب إذا ما كان مع سلاح، ليش كنتوا تقتلون أنتم؟ لأن كانوا يعطوني تجينا التعليمات، قوسوا، ونضطر نقوسوا. وين كنت مع مظاهرات؟ قمعت مظاهرة بجيت عرطوز، بعرطوز، بالكسوي، بقطنة، بكناكر. هدول المناطق كنت تقمع فيهم مظاهرات؟ أنا رحت فيهم مهمات لقمع المظاهرات. قتلت حدا فيهم هدول؟ والله قتلت. مين قتلت؟ والله كتير. كم واحد يعني؟ شي 17 واحد. 17 واحد؟ ايه. كيف عرفت انه 17 واحد؟ يعني كنا ناخذ على كل واحد نقتله 10,000 ليرة. اخذ 170,000 يعني 17 واحد. 17 واحد. كنا ناخذهم من رئاسة الفرع. 17 واحد وين قتلتهم هدول؟ بشكل من منطقة المظاهرات يعني بجديدة وبعرطوز وبقطنة وبالكسوة وبكناكر. كناكر. شو كان شغلكم غير قمع المظاهرات؟ شغلي أنا شلون كنا شو كنا نشتغل بالمظاهرات؟ غير قمع المظاهرات تفوتوا على البيوت؟ كنا نفوت على البيوت نخلع البيوت شو نلاقي ذهب ناخذ، فكان حدا يقول لنا ليش ولا لشيء. محلات كسرت، العالم تهرب لما يصير إطلاق نار حي. العالم تهرب. نخلع هالمحلات، شوفي غلة، شوفي مواد غذائية، شوفي كل شيء ناخده. ما حدا قلنا ليش، ونقسمهم مع بعض. جر الغاز، في عالم أخذ التلفزيونات، في عالم أخذ الذهب للنسوان. كان حدا معكم من خارج سوريا؟ من خارج سوريا لمحت مرة 25 شخص تقريبا بالفرع لابسين أسود. أشكالهم لا توحي أنهم يعني سوريين. شو كانوا هذول؟ يمكن على حسب ما قالوا لي بالفرع هذول إيرانيين جايين، قسم منهم مختص بالتعذيب بالسجون وقسم منهم مختص قناصات، بس لما نطلع نحن بالمهمة يختفوا القناصين ما نعرف وين يروحوا، والباقيين وين يروحوا كمان ما بنعرف. أنت من الطائفة المسيحية؟ إيه. طيب الدين المسيحي بيسمح لك تقتل الناس؟ لا ما بس بدي بالعكس بحب للمحبة والسلام. شي مرة المسلمين اعتدوا عليكم؟ لا بالعكس، احنا عايشين مع الإسلام أحلى عيشة. أو المتظاهرين اعتدوا عليكم؟ لا لا أبداً. أو لا 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 أبداً. أبداً أبداً. نهائياً. هذا اعتراف أحد أخطر المجرمين، الذي يقوم بقتل المتظاهرين في ريف دمشق. هو وزملائه، مين كان معك من زملائك أنت؟ من كان في عندي مساعد أول. كمان مجرم مثلك؟ ايه مساعد اول احمد صافطلي. ايه كمان نفس الشيء يقتل. بس والله كان يشبه اكثر مني ويقتل اكثر مني. وفي المساعد علاء صقر ملقب ابو جعفر كمان كان يشارك بالقتل والضرب. طيب شو بتناشد رفقاتك هذول اللي بعدهم مع النظام مع ملكو؟ انا بناشدهم انا انه هذا اللي بصير غلط. لا تطلقوا النار على حدا، اتركوهم وانشقوا اذا فيكم تنشقوا عن الجيش. ندمان؟ ندمان.
ندمان كتير. شو بدك تحكي لأمهات الشهداء اللي قتلتهم أنت؟ الله يرحمهم وسامحوني، وأنا غلطان كتير بس كنت مجبور، ومهددين بأهلنا وأولادنا. وسيتم تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من هذا المجرم.